انا سيدي وقع لي مشكله واعتداء جسدي من طرف مدير وكاله بنكيه كانت تتواجد بالازهار في الدار البيضاء على نهار 21 شهر 12 2021، يعني شي شهر دابا تقريبا. سيدي اختصار مشيت انا بنفتح كونت ديال الجاليه، هاد السيد رفض، قال لي فين ساكن؟ قلت لي ساكن في امريكا، قال لي ما نقدرش نفتحو لك. قلت لي السبب؟ قال لي معقد، خرج قانون معقد وهذا. قلت لي صافي، قال لي سير نصحك سير روح جوج بنكات اخرين. يعني مشيت في حالي ما وقع حتى شي حاجه، جيت في حالي. شهر من بعد مشيت عنده، لا هادشي في شهر 11 نهار 21 رجعت عنده بغيت نفتح غير كونت عادي انا والوالده، كونت عادي هيني. قال لي خويا ما نقدرش نفتحو لك. قلت لي السبب؟ قال لي ما تنفتحوش كونت سميتو كونجوينت ديال الناس اللي مجوجين، وانا قلت لي ماشي مجوج انا، قلت لي انا مع الوالده ديالي. قلت له كاين السبب؟ قال لي تيوقعوا المشاكل. قلت له عطيني شي حاجه اكري ولا شي حاجه. صافي بدات الهضره ديالو، بدات قال لي ما تصدعش لي راسي هي باش بدات سميتو. قلت له سيد مدير ما تهضرش معايا بالطريقه، راك مدير. قال لي نهضر معك باش ما بغيتي. قال لي انا ريسبونسابل ديال البنك. قلت له لا ماشي من حقك. قلت له ما تتملكهاش فهمتيني هي هذيك. كان قال لي تفتحوا لي، عطيني سبب. قال لي راه جيتي المره الثانيه، راك جيتي على عرفتو بالله، راه كنسحب وانا ما عقلش عليا. قال لي راك جيتي قبل وما فتحوش. قلت له اذا كاين هنا سبب علاش؟ قال لي ما حملتكش. قال لي وسط البنكه قدام الموظفين وقدام الكليه. قلت له ما حملتك، هذا راه تمييز. قال لي سد عيني. هي هذيك فاش قلت لها نجلس انا ما غاديش نخرج، لا تفتح لي كونت. مع سميتو واحد واحد الوقت عييت بغيت نمشي. قلت ليه غتعطيني السميه ديالك وسميتو؟ قال لي ما نعطيكش السميه ديالي وما نعطيكش ما عنديش كارت بيزنس، سير عندهم السياج وراه غيعطوك سميتي ويعطوك ماتريكيلاسيون زعما مفرع مزيان. هي هذيك ملي بغيت نمشي وقول لي فين غادي؟ قال لي راه عيطنا للبوليس. قلت علاش عيطتي للبوليس؟ قال لي عيرتيني. قلت ليه اش قلت لي؟ قال لي قلتي حمار. قلت لي انا قلت لك حمار؟ قلت له واخا سيدي نتسناو البوليس، ها كاينه الكاميرات هنا، كاين عندكم الاوديو هنا. قال لي اه. قلت لي صافي. ديك الساعه انا خرجت مشيت الحانون نجيب قرعه الماء، ملي رجعت هو تيصحابني هربت، تلقى مدور بيدوك الدريات وتيضحكوا وتيقول لهم رانا قلت لكم راه وكلتوا الخليعه. مع الدخله تنسمعوا سمعته. قلت له سيد المدير راك ما وكلتيش الخليعه، راني ما درتش شي حاجه سميتو. قلت له حنا نتسناو هنا ان شاء الله تيجوا الضابطه. ما هدرش معايا، ناض زاد في حاله، ديك الساعه كانت 4 ونص، مشى في حاله. هي هذيك سمعته انا برا. قلت له سيد عطيني غير ضيعتي لنا النهار، قلنا على سبب ونشوف حنا علاش ما حملتيني، شنو المشكل؟ ركب في الطوموبيل وكان غيدوز لي على رجلي. زاد في حاله ورجعت انا للبنك تنهضر في التليفون شويه بغيت نمشي في حالي. قرب صافي من شويه ويجي واحد الموظف من ورا الكونتوار يدفع فيا. قلت ما تقربش ليا سي، ما تقربش ليا. جا دايرها المره الثانيه واحد الموظف كبير في السن، قال لي ما تمسوش. قلت ليه ما تمسنيش، هذا راه اعتداء، ما تحطش يدك عليا، شكون انت؟ انت ماشي سيكيورتي. قال لي راه سدينا. قلت لي صافي سديتي. قلت لي صافي ما بقاش كلمه، انا غنمشي في حالي دابا. وفعلا نيت يلا خرجت بحال هكا. هاد السيده اللي جاب دابا شاهده تنهضر في التليفون، قالت لي هو جاي هو جاي. انا ما فهمتش تقصد هو جاي. غير خرجت انا قدام البنكه برا تنحس به هاد السيد هذا طلع فوق تروطوار بواحد السرعه جنونيه وطلع يجري وشنق عليا وعايرني. قال لي يلا يا ولد فاعله ما غاتمشي لشي وشنق عليا. تيقول السيكيورتي وداك الراجل الكبير اللي خدمتهم هذا ما يخرجش، جي وبغى يدفعني دخلني للبنكه. انا ما خليتوش، انا حيت لي يدو وبعت منه بغيت نعيط للبوليس. ما كنتش عارف النمره ديال البوليس، تنقول الناس كانوا شي ناس مجموعين تما شنو هو الله يجزاك بخير شنو هو النمره ديال البوليس. حتى واحد ما جاوبني. هو يتبعني للدوره ديال البنكه، جاي باغي يضربني وانا نجبد التليفون وانا نبدا نصور فيه. انا كيف ما قلت السيد الوكيل كيف ما قلت القاضي، انا فاتح يلاه دير عمليه وباقي عندي الغراز من هنا في صدري. دابا ملي شفتو جاي لي انا درت هاه باش نبروتيجي الصدر ديالي وسميتو وشاد التليفون. فهمتيني انا ما قدرتش ندافع على راسي، هذا هو اللي بقى فيا الحال. انا مشى فتح مشى دار لي شكايه ثلاث ايام من بعد. صافي من بعد وانا نسول هذا السيد الرئيس، قال لي هذا السيد باش متابعني انا؟ قلت له علاش تسنى ثلاث ايام عاد دار محضر؟ قال لي متابعك بالسب والقلف وعرقله تسير البنك. هي هذيك، ولكن ما قالش لي السيد الرئيس راه متابعك بالعنف، ما غنعرفها حتى من نهار التقديم. ملي مشينا عند قدام السيد الوكيل، جا كان عندي محامين، جات السيده تطلب سماحه هو وسميتو، هي المحاميه تطلب بغاتنا نسامحو وهو تيزيد تيغرق ليا وتيكذب. ملي شفتو انا تيكذب تيغرق ليا رفضت نزال، قلت له لا ما نسامحش، هما يدفعوها للمحكمه. داكشي علاش كانت عندنا الجلسه اليوم. اليوم سيدي تنتفاجأ، انا كان عندي شاهد مشاو دلاب بالشهاده ديالو
واخا تعرض للتضايق المضايقات ولكن دلب الشهاده ديالو. اليوم تنتفاجئ كاين 5 ديال الشهود جابوهم منين جابوهم ما عرفت انتيني، وكل واحد خدام في الحمام، واحد سميت كان ديز موتور، وجوج موظفين ديال البنكه. واش هل تعقل؟ كلهم كذبوا وتيتفوا، باين تيتفوا ما قدروش يشوفوا لي في عيني. وموظفين ديال البنكه جايين السيكيورتي والسيده اللي قالت البوليس راه ما كاين، السيده بدات هذيك تكذب من ودن حتى لودن، قالت لك انا محيح عليهم وقالت المدير الحمار وهذا وسميتو. اوكي ملي هادشي كلشي درتو علاش ما عيطتوش البوليس؟ والبوليس جاو، حيت شي حد اخر عيط للبوليس. علاش قلتوا لي مسيروا في حالكم؟ هي نيت قالت لي مسيروا في حالكم، والضابط اللي خد لي المحضر قالتها لي هو، فهمتيني؟ يعني واليوم تيكذبوا. وانا طلبت السيد القاضي قايد شحال من مناسبه، قلت لي السيد القاضي السيد رئيس الله يجازيك بخير، هاد الناس تيكذبوا، انت وقع لك مشكل خاصو يتخذ لك حقك، تعديت على شي حد خاص يتخذ لك حق منك. هذا نقول لك صراحه، هذا هو اللي كاين، ما كاين جا ليا هذاك التونسي هذاك، علاش؟ حيت انا رفضت نتنازل على حقي، قالوا زيدوا نغرقوه بالكذوب. السيد راه مدير، راه مدير، راه مشدود في الكاميرا عنده، راه عنده هانتي. ملي قلت انا للضابط، الضابط حاجه وحده اللي اعترف فيها الدايره زوينه، قال لي انا ما يهضرش مع الوكيل، قال لي نجيبوا هذاك السيد انا يتقدم بوحدو، ما تجيبوش مدير بنكه. قلت له علاش يا سيد الضابط؟ قال لي ودي راه واحد لمشى هنا لشي شركه وهذا راه تي اوتوماتيكمون تيظنوا انه فرع نحيح. قلت له لكن هذا الشيء صحيح السيد الضابط؟ راه بزاف ديال الناس راهما العبرية راهما في الحبس حباسات. قال لي انا قلت له السيد الوكيل راه عنده واحد عنده فيديو. عاد قال لي جيبهم بجوج. انا ما عمره ما كان تيظن، انا ما عندي صوابع، ما عمري ما دخلت البنكه. فيكتيم 22 يوم ديال العز، ضربني هنا في الخياطه، حل لي واحد الخياطه وهذه خمجات دات لي انفيكسيون. السيره ديالك هذه الاخيره شنو نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل.